دي كانت محاولتي ان انا ادفع بالجنيه المصري. كان ايش مت اجبتش جلد بتصلي؟ يحلوا أزمة مصر الملاهي، أقسم بالله المجموعة دي. بس النهاردة وأنا مع ابن يونس ونتكلم بقى على الأجداد وتوت عنخ آمون والناس ديت، اكتشفت إن في المدينة اللي هو عايش فيها موجود في متحف مصري يا جماعة، في مدينة لايبزيج، واحدة من المدن اللي مش ناس كتير تعرف عنها حاجة أصلا لما بتيجي تزور هنا ألمانيا، بس عندهم متحف مصري كامل. فقررت إن أنا أخده ونروح نشوف هذا المتحف المصري. وجات لي فكرتين، هل لو رحت هناك وسألتهم وقلت لهم والله انا مصري هيدخلوني ببلاش؟ وتاني حاجة برضو قررت ان انا احكي لكم على قصة حصلت معايا هنا في شوارع المانيا، كان فيها شوية عنصرية كده. واحدة كانت بتقول ان انا ما برضاش اسافر عندكم عشان انتوا بتعاملوا المرأة بطريقة وحشة، والقصة ديت لها علاقة برضو بالمتاحف المصرية اللي موجودة هنا في المانيا، واللي مش عارف ازاي هي اصلا وصلت لحد هنا، لان لا كان لنا تاريخ مع الاستعمار الالماني ولا اعتقد ان احنا اديناها لهم كده فور فري. النهارده كمان واحد من الايام اللي بتستضيف فيها مدينة لايبزيج المهرجان الغريب ده، مهرجان كده فيه ناس بتتجمع تحسهم كده جايين من العصور الوسطى، لابسين نفس اللبس كله اسود في اسود، بيسموه جوثيك فيستيفال او جوثيك جاذرينج. الناس جايه من كل حته في المانيا وكل حته في اوروبا تقريبا عشان يعيشوا هذه الاجواء الظريفه الجميله، والناس عماله تتصور معاهم وعاملين شغل جميل بصراحه. مش عارف بصراحه الموضوع بيخوف نوعا ما، بس هي حاجه انترستنج. بما اننا عندنا رحله ثقافيه عبر التاريخ النهارده، وبما ان كل الناس بتصور معاهم فانا كمان هتصور معاهم. القصة العنصرية بقى اللي حصلت معايا كانت في واحد من السوبر ماركتات، لما واحدة سمعتني وانا وصديقي السوري واحنا بنتكلم عربي وقالت ايه اللغة الجميلة دي. ولما موقف زي ده يحصل لك في المانيا لازم تعرف ان هيبقى وراه قصة، وهيبقى قصة وحوار وسيناريو، ولازم تلاقي لك مخرج لو انت مش في المود اساسا ان انت تخش في حوار ثقافي هيطلع عين امك. وبصراحة حاولنا ان احنا نتعامل مع الوضع ده بطريقة تكون لطيفة نوعا ما. اول ما قلت لنا ان اللغة ديت ظريفة قلنا لها والله هي اللغة العربية. وبعد فترة قصيرة من الحديث مع هذه السيدة بدأت تقول انا بصراحة نفسي ازور البلاد ديت بس مش حابة ازورها بما ان في حروب، وبما انهم كمان بيعاملوا السيدة بطريقة اقل من الرجل، يعني ان احنا عندنا سوء معاملة للمرأة. فانا بصراحة ما قدرتش اسكت وما قدرتش اتحكم في نفسي، وقلت لها انت تعرفي ايه عن معاملة المرأة في العالم العربي؟ ايه الامثلة اللي موجودة في دماغك عشان تقوليها لي وعشان نكون عارفين احنا الاتنين احنا واقفين على انهي ارض بالظبط. بدأت هذه السيدة تتلعثم وما كانتش عارفة تقول اي حاجة، لانها كل الامثلة اللي في دماغها هي امثلة بتتفرج عليها في التلفزيون. واحنا عارفين يا جماعة دلوقتي بشكل واضح وصريح التلفزيون هنا بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم ان احنا هناك بناكل في بعض، وان الرجل المصري ولا الرجل العربي ان جنرال بيعامل السيدة العربية بطريقة مش تمام. وانا كان بصراحة عندي الرد المناسب لهذه السيدة من التاريخ وبالاثبات وبالادله. فكوكو بقى من قصه الست ديت، وخلينا في المتحف المصري اللي مدخله برغم ان هو يبان صغير بس لما تخش جوه تتفاجئ بقد ايه هو كبير. المتحف ده يا جدعان فيه 6000 قطعه اثار اصليه، جمعهم واحد يهودي وهو في رحلات الاستكشاف بتاعته في مصر، كان بيحفر ويطلع وياخد ويودي المانيا، مال ابوه ما شاء الله. واول ما تخش جوه بتلاقي بقى تورز ويوروك قد ايه الجمال بتاع الحضاره المصريه والكلام ده كله. وبصراحه اكتر حاجه مثيره للاهتمام في هذه الجوله هو الميكس الغريب اللي انا شايفه قدامي ده، الحضاره المصريه مع حضاره اوروبا في العصور الوسطى على عينك يا تاجر، اتفرج عليهم هما الاثنين لايف. Das Leben und tritt in eine neue Beziehung ein. Und so etwas gab es im alten Ägypten auch schon. بقول لك اللي جاب الحاجات ديت هو كان عالم مصريات، كان بيحفر في مصر ويطلع الحاجات الجميله ديت ويجيبها هنا، وكان عاملها الكوليكشن بتاعه الشخصي لغايه لما جت الحرب العالميه الثانيه والقصات النازيه والكلام ده كله وطردته بره المانيا، فاشتريتها الدوله الالمانيه منه. مكتوب في الورقه بتاعه الاكسبيشن ده ان هو احفاده بتيجي تزور الكلام ده وكانوا بيبقوا سعيدين جدا وهم بيشوفوا ارث جدهم. والله انا اسعد لان جده اللي واقف ده
بصراحة تعب قوي في شغله، وعشان كده أنا فخور وأنا واقف النهاردة مع ابني هنا وبتفرج على كل الجمال والحلاوة ديت. قطع بقى عن كل حاجة، اكسسوارات، الأدوات اللي كانوا بيستخدموها المصريين في حياتهم اليومية، وبصراحة تحس كده الناس كانت مبسوطين وعندهم اهتمام كبير للي بيحصل يعني. القطع الموجودة موجودة من العصور المصرية القديمة والحديثة، قطع وفيها فن كبير جدا، فيها تفاصيل. كنت مبسوط ان انا بوري يونس الحضارة بتاعت اجداده، وان قد ايه ان مصر عندها اثار تقدر تغطي العالم كله كمان. يعني عندنا فن وصنعنا فن في اوقات كان العالم كله ما يعرفش اي حاجة عن الكلام ده كله. وهنا بقى العيلة المالكة وصور للناس اللي كانت بتحتوي وعندها القطع ديت. بغض النظر عن كل حاجه معموله بالالماني، بس الجماعه دولت سايبين التاتش بتاعهم هنا برضه، عاملين مصغر لمعبد مصري قديم تقدر تبص جواه لحد الاخر وتشوف حاجات والحياه. بس فاحنا ممكن ناخد حاجتنا كلها ونسيب لهم الحاجات اللي هم عملوها، يعني هي حاجات حلوه برضه ممكن الناس تيجي تتفرج عليها، فاهمين؟ كويس ان هم فاكرين مين اللي عمل الحاجات ديت، ان الناس البسيطه ديت هي اللي صنعت الحضاره. اتمنى ما يكونش قصدهم حاجه ثانيه غير كده، بس الصعايده دول والله انا مؤمن ان هم اللي صنعوا الاهرامات وهم عملوا كل حاجه. لان الناس دي بص عليهم، بص الايد قد ايه يا فندم، ايد تصنع حضاره فعلا. بص عم الحاج ده ضحكته عامله ازاي. هنا على الخريطه نشوف ان الحضاره المصريه ممتده في كل مكان على ارض المعموره، من الاسكندريه وكمان نقدر نقول ان ديت راس البر اساسا لحد ابو سمبل. شايفين كل ديت اكسسوارات اتعملت في عهد الدوله المصريه وقاعده هنا في المانيا الناس بتيجي تتفرج عليها. بس خلينا نقول الحاجات ديت في ناس في بلدنا دلوقتي في الوقت الحالي بتعرف تعملها، بتعرف تعمل زيها طبق الاصل. المصريين دايما كانوا شاطرين جدا في صناعه الاكسسوارات، ان هم يزينوا نفسهم. عندك هذه القطعه فستان كامل اكسسوارز، اعتقد ان الواحده اللي تلبس قطع زي ديت مفيش عين تتشال من عليها يعني. يحلوا ازمه مصر الملايه اقسم بالله المجموعه دي. بس والله الأستاذ اللي كان بيلم كان بيلم كل حاجة، يعني أصغر حاجة لأكبر حاجة. يعني في حاجات صعب تراها بالعين المجردة أساسا ومعمولة بتقنية عالية جدا. بصوا يا جدعان، يعني دي حاجات أنا مش عارف أعمل عليها زوم أساسا، مش عارف أصورها أهي. فالأستاذ كان بيلم تشكيلة كويسة يعني من الأشياء ومن الحاجات اللي هتنفعه في المستقبل، بيلم منها دلوقتي فلوس باليورو وإنترنس، وبيبيع على اسمها بوست كاردز وتيشيرتات وحاجات كتير جدا. فدي حاجتنا اللي بره. القرد ده لوحده حوار يا جدعان، جنبه أنا بص الحاجات ديت يعني صباعي أهو جنبها يا جدعان، يعني هي قد الصباع. سمع الحاجة اللي هنا بتقول لهم ديت حاجات بتاعت عامة الشعب، يعني الحاجات الذهب معمولة للفراعنة الأصليين. يا جماعة يعني نتكلم على كنوز، حتى لو كانت معمولة بالتراب وحتى لو كانت معمولة لعامة الشعب المصري، بس دي كنوزنا والله العظيم كنوزنا. استغربين ان احنا كان عندنا مرايات من ايام أيام العصور ما قبل التاريخ أصلا. Das ist der Sarg, aber ich spreche von dem, was in der Mitte zu sehen ist. Und diese Masken, die zeigen uns so, wie die Menschen gerne aussehen wollten im Jenseits, im Tod. Wie wollte man denn da leben? Denn die Idee?
aussehen wollte. Und dann hat man die Toten ja auch noch in diese Särge gelegt, um sie zu schützen. In so einen, genau, aus Holz. Wurde das ausgegraben? Ja, es wurde an einen Gott wenden konnte. شوفوا الذهب عامل ازاي مع الجعران اللي كان رمز لحاجات كتير جيدة، عشان كده انا لابسه على صدري اليومين دول. بصوا القطع ديت وجمالها وحلاوتها مع جعران معمول من الجرانيت على الذهب. اكيد اللي يلبس حاجة زي ديت لازم يحس انه كينج، لازم يحس انه هو يقدر يتحكم في العالم ويغير العالم ويسيب حضارة تعيش لملايين السنين مش لالاف بس. فكرة يعني مش لازم كل حاجة كانت تكون ملكية في العصر ده، لان لك ان تتخيل ان الفن كان بيدفع كويس في الزمن ده، لان الملوك كانوا بيعملوا حاجات يعني كواليتي عالية جدا، والناس اللي حابة انها تتشبه بالملوك كانوا عايشين ازاي. فدي نقدر نقول ان هو ميكس. دي بقى كل السوفينيرز اللي تقدر تشتريها من هنا، فيها صور بقى الحاجات اللي موجودة والقطعة. How much؟ 50 سنت. 50 سنت؟ Ja. Schön. كان ايش مت ägyptischer Geld bezahlen؟ Nee. Ja, yeah, das ist eine von mir. Ägyptischer Geld. Souvenir. Aha. Ja, ich bin Ägypter und er auch. Das ist 20, halb Euro oder so. Aha. Ja, aber das ist ein Geschenk. Dankeschön. Ja, Ahmus. Aha. He freed Egypt from the Hyksos with this car. Aha. So he freed Egypt with when they discovered this car, and this is the Egyptian mosque. دي كانت محاولتي ان انا ادفع بالجنيه المصري، بما انه يعني المتحف ده للحضارة بتاعتنا يعني المفروض ندفع بفلوسنا. بس الفكرة كلها ان النهاردة هو يوم العالمي للمتاحف، فكانت الدخولية اصلا ببلاش، فكانت هتبوظ عليا الفيديو لغاية لما اصلا وانا ما كنتش ناوي اشتري بوست كاردز، ويونس مسك ان هو يشتري بوست كاردز، فقررت ان انا اسألها اقول لها هل ممكن ادفع بالجنيه المصري. استغربت طبعا، قالت لي لا، ايه تدفع بالجنيه المصري؟ ما تعرفش ان الجنيه المصري ده بعدين هيبقى له قيمه، بعد 3000 سنه وبعد 4000 سنه يمسكوه كده ويحطوه في المتحف، فتاخده تحطه في المتحف دلوقتي. حكيت لها على احمس اللي موجود على 20 جنيه، وازاي حرر مصر من الهكسوس بعربيته الحربيه. بس كانت مستغربه قوي بصراحه، وكانت واخداني على قد عقلي، وكان الموضوع مضايقني، بس الحمد لله قدرت اتعامل مع القصه. زي ما قدرت برضو اتعامل مع القصة بتاع السيدة اللي طلعت لي في السوبر ماركت، وخليني احكي لكم بقيتها. ان انا رديت على الست ديت، ولما قلت لها ايه رأيك وايه اللي تعرفيه عن السيدات المصريات او العربيات في العامة، معرفش رد. فقلت لها على فكرة احنا كنا بنقدر السيدة جدا، ولو سألتي نفسك امتى كانت اول ملكة تمسك مصر، كان من الاف السنين وراس ملكة من الملوك المصريين، وبتقديرها وبعظمتها وقد ايه احنا عظمناها موجوده عندكم في برلين، تقدري تروحي تشوفيها في المتاحف. وجبت لها بقى سيره زها حديد ومش عارف مين ومش عارف مين. بعدين قالت لي هو انت، انا بصراحه شايفه ان مصر مش مثال سيء للتعامل مع المراه، بس سوريا مثال سيء. قلت لها انت تعرفي عمر سوريا قد ايه؟ انا شايف ان انت بصراحه بتعاملينا بطريقه سيئه، ودخلتي في الحوار ما بيني وما بين صاحبي مش عشان تدينا معلومه حلوه، ولا عشان تدينا استقبال جيد في بلدك، لا انت كنت جايه تعكنيني علينا، وبصراحه دي حاجه لا تقبل. ومشت الست وروحت على بيتها وزعلانه، وانا روحت مبسوط زي ما ربنا هيخلينا دايما مبسوطين، لاننا دايما على حق. والحضاره ديت ما جاتش من فراغ، عشان اقول لكم بس الحضاره ديت اللي عايشين فيه ده كله، الانفتاح وكل ده عمره كام سنه؟ يعني 200 سنه 300 سنه. بس احنا صنعنا الحضاره من الاف السنين، وانا اؤمن ان احنا ما كناش مثال سيء، يعني ما كناش ناس وحشين، عشان كده قدرنا نعمل حاجه حلوه. لان الانسان الوحش ما بيقدرش يعمل حاجه حلوه ابدا، ما كانش يقدر يبني هرم. لحد دلوقتي الناس مش عارفه تبني ازاي. كان في فنانين، وكان في ناس بتفكر، وكان في ناس مبسوطه ان هي بتعمل الحاجه ديت. ودي رؤيتي عن الحياه.
ده كان فيديو لطيف ظريف من ألمانيا، أتمنى يكون عجبكم. وأتمنى برضو لو نوعية الفيديوهات ديت عجبتكم ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، لأن الواحد بيحاول يرجع وبيحاول يعمل محتوى كويس بس الألجوريدم بقى متضايق منه. فخلينا نعمل ثورة على الألجوريدم عشان نكمل في الحاجات الحلوة. أشوفكم على الطريق من جديد. سلام.